مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج نوم وحلم عبر قناة البلاد، واللي رايحين نقوموا فيه بعدة مقالب لشخصيات رياضية ولاعبين من خلال التنويم المغناطيسي مع الخبير عزيزة. ركز مليح في عينيه. العدد الأول رايحين نزوروا مدينة الورود، وبالضبط فريق اتحاد البوليدة وسقوط حارس الاتحاد أسامة ليتيم في فخ الخبير عزيز. تابعوا معنا. راك مسترخي على الأرض، بعد شوية راح نطلب منك تبدأ تحلم حسب الحلم اللي راح نعطيهولك. الآن أبدأ تحلم أنك راقد على فراشك. إذا بدأت تقلب على فراشك، خذ وضعية ريحك أكثر. زيد تقلب الجهة الأخرى. خذ وضعية تريحك أكثر. طيبية. والآن أسامة راح نغير الحلم تاعك. راح نغير شوية في الحلم تاعك. دائما وأنت نايم راح تحلم أنك نايم في غابة. وفي هذه الغابة كاين نمل. والنمل هذا بدأ يتسلق في حوايجك. النمل هذا بدأ يطلع في رجليك. النمل هذا بدا يقرص فيك، او يقرص فيك النمل. اقتل النمل او يقرص. مات النمل. اوكي. أسامة ليتيم يبدو انه فقد الوعي تماما، وجرى مكالمه هاتفيه بحذائه بلا ما يحس. راح نزيد نغير من الحلم تاعك أسامة. الان دائما وانت نايم راح تحلم انك جاتك مكالمه هاتفيه. جاتك مكالمة هاتفية، ولكن كي نعطيك إشارة راح ترد على المكالمة، ولكن الهاتف تاعك هو الحذاء اللي راك لابسه. إذا كي نعطيك الإشارة راح تنزل الحذاء تاعك وترد على المكالمة هذه. 1 2 3 رد على المكالمة. أتكلم معه. عيط نسمعك. صافا الحمد لله، تاك مليح وجبيات كل حمزه هذا وصفات تلقى. الرقم 3 تحل عينك. 1 2 3 حل عينك. واش راك دير في اسامه؟ اخزر فيا برك. الخبير عزيز واصل في عملية التنويم وخلى أسامة إلى درجة أنه ينسى اسمه. احنا ننزع اسمك من راسك. راح نسقسيكم بعد اسمك راح تنساه. 1 2 3 حل عينك. واش راك لاباس؟ صافي راك مليح الحمد لله. واسمك؟ صح. واسم الصديق تاعك برك هذاك صاحبك؟ حمزة. وانت اسمك؟ قديرو. ها اسمك تاع أسامة. حارس اتحاد البوليدة واصل في سرد بعض الحقائق والاعترافات إلى درجة إقراره بتناول المنشطات. استرخي، نحسب 3 تغلق عينك وتنام. 1 2 3 نام. استرخي. بعد شوية هنعطيك قرعة ما تشرب بالماء. راك عطشان بعد ليزونترينمون تاعك، راك عطشان. راح نعطيك قرعة ما، ولكن أسامة الفم تاعك راح نبدل المكان تاعو، راح ننزعو من او هنا. بعد شوية غير تحل عينك نعطيك قرعة ما راح تشرب بالماء. 1 2 3 حل عينك هاك. زيد اغزر فيا. اغلق عينك. نعم الفم تاعك دوكا نحيته، ولا نحيته حطيته هنا فمك او هنا. 1 2 3 حل عينك. اشرب. زيد سي بون. اغلق عينك ونام. استرخي. انا أسامة الان راح نطلب منك تركز معايا مليح. استرخي. الان معنا صحفية راح تجي الان دير معك استجواب. أسامة اكتشفوا أنك تناولت منشطات مع مقابلة تاعك مع السيربي.
انت صح تناولت منشطات والان حجي صحفيه تسقسيك راح تهضر لها اكثر تفاصيل. واحد اثنين ثلاثه على عينك. تفضل الصحفيه. على بالي شو سوي انا شربت بر. شكون هو صاحبك لي؟ البروتين. انا اسامه اغلق عينيك ونام. دائما مع الصحفيه راح امام صحفيه راح تعتذر للجمهور تاعك لتناولك المنشطات. بعد ما تسالك الصحفيه راح تعتذر للمشاهدين تاعك وراح تكون راح تتكلم معها بين نبره الحزن. واحد اثنين ثلاثه على عينك. نطلب السماح من الانصار هذو اللي يحبوني و ما غلطه وصرات ما كانتش كيما محمود جاتش بالعاني ولا ان شاء الله ما يكون غير الخير. نطلب الناس كامل تسمح لي. الخبير عزيز وصل في عملية التنويم وجعل لي تيم يؤكد أنه رفض عرض من ريال مدريد وتلقى استدعاء من المدرب الوطني نبيل نغيز الخلافة بورحي. سمعنا أنه رئيس ريال مدريد جاء لهنا البليدة وطلب مقابلة تاعك. حسب معلومات اللي لحقتنا أن الريال رئيس ريال مدريد راك حابو تسني عنده. الآن أحكي للصحفية التفاصيل. تلاقيت معاه هنا في بليدة حكيت معاه لكن انا نفضل برشلونة على ريال مدريد. يسمى ما تلعبش مع نلعب في برشلونة نفضل برشلونة على ريال مدريد. وزيدان؟ لا زيدان ما نحبوش انا اصلا هو الاول اللي راح يخليني ما نلعبش في ريال مدريد. اوكي حسب معلومات الاخرى اللي لحقتنا ان مدرب فريق وطني استبدل مبولحي بيك انت وراح المقابله الرسميه الجايه راح تلعب فيها انت. احكي لنا التفاصيل تاعها. اتصل بيا سين غيز قال لي هاو تما راح تخلف مبولحي في حراسه المرمى. قلت له راني واجد في اي لحظه راني واجد. واجد باش تلعب في بلاصه مبولحي. واجد باش نلعب في بلاصه مبولحي. اسامه سمعنا انه كاسياس حوزوه من بورتو وراح يستخدموك انت للفريق تاع بورتو. واش تقدر تقول لنا؟ مستعد انا نتفاوض مع موسيري بورتو. شرف كبير نلعب في بورتو ومرحبا بهم باش نتفاوض معاهم. تقدر تحكي لنا العقد تاعك شحال؟ تما هي هضره مازال ما كانش رسمي. شو انا مستعد نمضي في بورتو نورمال نلعب في بورتو. اوكي غلق عينيك هنا استرخي. في الاخير اسامه لتيم يلوم زملائه على تضييعهم للفرص في مباراه البطوله الاخيره وان باع المقابله للمنافس. الان اسامه لعبتوا المقابله اللي فاتت وماكش راضي على الزملاء تاعك. الان قدامك زوج من الزملاء تاعك. كي تحل عينيك راح تكون غضبان راح تكون زعفان راح توبخهم راح كل واحد تعطي له النقص تاعو. واش الحاجه اللي ما دارهاش مليح في المقابله؟ واحد اثنين ثلاثه ها نكسك. هذا قلت لك لي كوفرو تضربهم تدخلهم ما تضربهمش عند الكارديا. فهمت شحال من خطره فاهم فيك. كيما كنت في عنابه قلت لك اضربهم هنا تا الله غالب. ما تسمعش الهضر هذا مليح هو اللي ماركانا هو اللي فرحنا. بعد كل هاد المقالب أسامة رجع الوعي وما تفكر والو وحنا بدورنا نقولوا لك طحت في الفخايا ليتيما وعرفنا الكثير من الحقائق والأسرار عليك وعلى فريقك. إذا أسامة ركز معي مليح ركز معي مليح. بعد شوية راح نحسب ثلاثة راح تستيقظ راح تسترجع كامل الطاقة تاعك والحيوية تاعك راح تتذكر كل حاجة عملناها لهنا بالتفصيل وراح تكون فرحان أنك شاركتنا هذه التجربة هذه. واحد اثنين ثلاثة حل عينك. تتذكر كل شيء.
فكرت؟ فيه ها؟ الساعة باهز تفكرت واش درنا هنا؟ شوف كيفاش الذاكرة تطلع؟ راح تفكر كل شيء، كل حاجة عملناها هنا، كاع الاستجوابات، كل شيء على عينك. تذكرت؟ ما تفكرتش. دوك تولي بالعقل. تشوفها في التلفزيون خير. إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى ختام العدد الأول من برنامج نوم وحلم. نتلقاه في العدد القادم إن شاء الله. سلام.